نرجع لكن لطرابلس العيد. نحن عم نجرب نحول كل الوجع لأمل، عم نجرب انه من خلال اتصالاتكم مشاهدينا، من خلال كل المساعدات اللي عم توصلنا، انه نقدر نحل البعض ولو القليل من المشاكل اللي عم نشوفها بطرابلس اليوم. اذا بخبركم يعني الموجودين معنا كل واحد عنده مشكلته، كل واحد وعنده المأساة تبعه. خليني اشوف من استاذ فياض. فياض اهلا وسهلا فيك، ومعنا جمال ومحمد. بونجور محمد، كيفك؟ وفي كمان ادم بالبيت. صاير معكم حادثه من كم سنه؟ انا بالعشر شباط 2018 بعيد عنك احترق بيتي، واحترقت مرتي، واحترقوا عندي ثلاث اولاد، وب 22 ايار توفت مرتي بعيد عنك. من جراء الحريق؟ من الحريق، جاي جلطات من بعد الحريق وتوفت بعيد عنك. وعندي ثلاث اولاد مشوهين وعم حكمهم، يعني قضيت حكمتهم مستشفى السلام، وانتقلت على اوتيل الدقيق. اخر شيء وصلت للجامعه، لانه المعدات اللي عم بيحكموا الاولاد فيه ما في منها غير بالجامعه، بالجامعه ما في لا وزاره ولا في حدا بيساعدني. يعني التجأت للميقوتي والتجأت للحريري والتجأت للدول كلها، للسياسيين اللي عندنا كلهم، ولا واحد منهم يعني دق الباب وقال لي شو عايزين. الله لا يعوزني لالهم، يعني الحمد لله في الشعب الفقير هو اللي عم بيساعدني. بس انا همي انه خلينا نشوف، خلينا نشوف الاولاد. انا همي حكي. حمد قد ايه عمرك؟ بعلي عن ايدك. قد ايه عمرك حبيبي؟ 8 سنين. 8 سنين، اوكي. خلينا نبلش بالايد لو سمحت. اوكي، هون الايد. خلينا نشوف كمان وجهه. برم شوي حبيبي، برم شوي صوب البابا. اوكي، التشوه كثير كبير. وجهه كله، وبطنه من هون كله، وايده. يعني انا ما بدي شيء من هالدنيا، بدي احكم وليدي وهذا اللي بدي اياه. يعني انا صح لي سفر لبرا بوليدي، في جماعه من كندا قالوا لي جيب ولدك وتعال نحن بنتحمل نتولى امرهم، بس السياسيين اللي عندنا اللي هون ما عم يعطوني فيز ولا عم يقطعوا لي فيز لوليدي لحتى اسفره لبرا. يعني انا عندي ما بعني بس عمليه، يعني هلا عندي عمليتين بكلفوني 21000 دولار. بس انا ما عندي عمليتين، عندي 20 عمليه لوليدي. انا عندي 20 عمليه، مش بس نشيل التشوه، ولكن كمان يعني كان بطنه هون واجره، يعني هون ايده ما عم تتحرك بقى، ما في بالصباط. شلت له اصبع اجر هون، يعني شلنا له اصبع ولسه اجره بلا تظبيط. يعني كم عملية عم بيقولوا لك؟ أنا صرت أعمل لهم تقريباً 20 عملية، بس ما بقى معي يعني صاروا 20 عملية؟ صرت أعمل لهم 20 عملية. وقد إيه عم بيتوجعوا يعني؟ الحمد لله توجعوا كثير، يعني بس الوجع يعني هيني، بس مهم نحكمهم، مهم أنا أعالجهم. فهمت عليك كيف صرتنا؟ يعني أنا همي يسافروا لبرا، يعني عندنا هون ما في، يعني بالجامعة الأمريكية قالوا لي نحن بنعمل لهم عمليات بس ما في وزارة. رحنا عند وزير الصحة قالوا لي يا معقول الوزير بتغطينا؟ قال لي انا بغطيك مستشفى حكوميه. بس بالجامعه الامريكيه ما فيني غطيك. طيب انا كيف شو بدي اعمل بحولتي؟ ورحنا على مستشفى الحكوميه بيقولوا لي ما في معدات لإلي. طيب وصلت على مستشفى الحريري، مستشفى الحريري بيقول لي طول بالك حتى نجيب معدات. صار لي سنه وتسعة اشهر انا ناطر على المعدات لتجي. قد ايه التكلفات؟ يعني عم نحكي يعني كل عمليه تقريبا قد ايه؟ يعني اصغر عمليه عملتها كلفتني 5-6000، في اصغر عمليه عملتها، يعني هلا في عنده عمليه هذا يمكن يطلع تحت العمليه يمكن يطلع ميت، حطوا له نسبه نجاح بالمية 10%. ليه؟ لانه 13 ساعه تحت العمليه وما في معدات، ما في اوضه انعاش للاطفال. هيدي عمليه شو هون؟ هي عم بده يشيلوا له لحم من اجره من فخده من فوق المنيح ويزرعوا له اياه بوشه، وبتم تاثير الحريق، يعني ما بيستفاد شيء، يعني عم بتدق المي وهي مي. يعني اولادي صراحه في جماعه من بيت السيد بكندا هن يعني استقبلوني انا واولادي، ولهلا بتواصل انا وياهم اذا بدك سمعك على التليفون، بس بدي الدول اللي عندنا هن يساعدوني فيها اذا اطلع فيها لاولادي. بدي اقول لك انه ما رح نسمح انه يكملوا الاولاد حياتهم بشكل مشوه هالقد، وللاسف يعني بما انه دولتنا ما عم بترد، في دول صديقه، دول خير عم بترد علينا اكثر، وفي سفير خير بلبنان بفتكر من دون ما اذكر اسمه، هالشخص الانساني يلي وين ما عم بيلاقي حاله تعيسه عم بحولها لفرح ولامل. سفاره دوله او سعاده سفير الامارات المتحده العربيه بلبنان يلي دائما موجود معنا دكتور حمد الشمسي، بدنا نشكرك على انسانيتك، عم بيتصل فينا اليوم كل النهار، ولما شاف الاولاد نعم رح يجرب قد ما بيقدر انه يتكفل بكل التكاليف العمليات من خلال ملحقيه الشؤون الانسانيه والتنميه، عم بيجرب انه يكون موجود معنا. بدنا نشكرك سعاده السفير يعني، ويا ريت
ريت تكمل معنا كمان هالنهار الصعب علينا كلنا لحتى نقدر نعطي بسمة صغيرة لأنه عودتنا على الخير مع دولة حضرتك. شكرا لك، أكيد رح تتواصلوا معه تحت الهواء ويعني الله يصبركم ويعطي هالولاد كل الصحة والمحبة. بس أنا همي إنه حكمهم، يعني أمهم الله يرحمها تركت لي الأمينة بلابتي، يعني تشوفي تعرف شو بشتغل أنا معي بيكب بشتغل بالخرطة، أيام بشتغل أيام ما بشتغل، والبيكب أجار يعني، بقول الحمد لله. بس أنا همي حكم الأطفال، أنا همي حكمهم، بعدين ما بتفرق معي لا بدي أسره ولا بدي أنهب ولا بدي أقتل، بدي حكم وليدي أنا، أنا همي حكم وليدي، إن شاء الله ما بيع لحمي حكم وليدي. أنا عندي ست أولاد، ما عندي ستة أنا، بس الحمد لله رب العالمين، يعني عندي ثلاثة منيح وثلاثة مشوين، والحمد لله الله وهي حكمته، ما بقول لي غير هيك. بدنا لك الله يعطيك الصحة، بدنا نشكر سعادة سفير الإمارات دكتور حمد الشامسي، يعني مشكور جدا على كل الأمل يلي عم بيعطيه لكل الأشخاص يلي معنا، شكرا لك وشكرا لك. تفضل رح نتابع أكيد مع حضرتك، وبرحب بضيوفي كمان يلي عم بيقوموا بمبادرات على قد حالكم، يعني فينا نقول أهلا وسهلا فيكم روبير أيوب من جمعية فكر بغيرك، أهلا وسهلا فيك سيد عزت آغا من مجمع الرحمة، والست رضا صيادي من سنابل النور، عم تاخذوا محل الدولة يعني رسميا، ما هيك استاذ روبير؟ يعني على قد الحال، يعني على قد إمكانياتنا. نحن بلشنا بمبادرة فردية، ما كنا جمعية وما كنا مؤسسة، كنا مجموعة أشخاص عم نعمل مساعدات شخصية، ورجعنا تعاوننا مع بعض الكشافة ومع بعض الجمعيات لوصلنا لوقت أسسنا جمعية اسمها فكر بغيرك، وكانت هي القيمة على المشروع اللي أصلاً كان ماشي قبل تأسيس الجمعية اللي هو اسمه مائدة المحبة. نعم. مائدة المحبة هو عبارة عن مطعم خيري بيخدم حوالي 200 شخص يوميا من الاثنين للجمعه، موقعه بمدينه المينا، بس ضيوفه من البداوي فيه ومن باب الرمل فيه ومن كل المينا طبعا موجود، بيستضيف تقريبا 200 شخص يوميا على 300 وجبه. لانه كيف عم تتمولوا؟ مين عم كيف عم بيكون التمويل؟ الكلفه الاساسيه يلي هي إذا بدك الكلفة التأسيسية، يعني كلفة الطباخ والمساعدين، نحن المجموعة اللي أسسنا عم ندفع من بعضنا ومندفع الكلفة. أما المواد العينية اللي بتستعمل بتقديم الأكل كلها بتتأمن عبر صفحة على الفيسبوك اسمها مطعم مائدة المحبة الميناء بالعربي، بنحط عليها كل نهار أحد شو الأصناف اللي بدهم يستعملوها بالمطبخ لحتى يقدموا الأكل، وبتجي المساعدات لوحدة عن طريق المؤسسات، عن طريق الأفراد، عن طريق الأشخاص. اليوم بحاجة لمساعدة، عم بيزيد الطلب صح؟ نحن في غير وجوه بلشنا نشوفها هلا، ما كنا متوقعين نشوفها، في وجوه دعيونا نروح نزورهم، يعني في حالات بتفوتي على بيت بتحكي انت والشخص في صدى بقلب البيت، بيع الصالون، بيع اوضه السفره، وقاعدين على طاوله بلاستيك، هيدي حالات ما كنا متوقعين نشوفها. يعني انا بدي اقول انه نحن يعني عم ننقص شوي من وقت ضيوفنا، ومشكورين لوجودكم معنا لانه بسبب الاشخاص اللي موجودين معنا يلي عم نعطيهم اولويه طبعا لحتى يكونوا موجودين معنا. استاذ عزت تعرفنا عليك كمان عبر شاشه الام تي في، بدنا نحكي سريعا عن مجمع الرحمه، وشفت علي من شوي بفتكر رح تقدر تساعد بهالموضوع. بصراحه اوقات الانسان بيعجز انه يحكي مقابل الحالات اللي عم نشوفها اللي نحن منعيشها كل يوم. حقيقه في مشكله كثير كبيره على مستوى الدوله، كيان الدوله اللبنانيه اللي هي مسؤوله عن افراد مجتمعها. مجمع الرحمه عندكم مستشفى وعندكم جمعيه او مركز، خلينا ناخذ سريعا فكره عنه. مجمع الرحمة الطبي لنا 20 سنة تقريبا عم نشتغل بخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إن كان صغار بالعمر، طرابلس بيعرفوا منيح مجمع الرحمة، إن كان صغار من 3 سنين ل 20 سنة بنقدم لهم خدمات متعددة، منها العلاج الفيزيائي، النطق التأهيلي الشامل، والعلاج والمتابعة التربوية المتخصصة. في أكثر من 550 طفل بيستفيد من هالمشروع، وفي المستشفى المتخصص بإعادة التأهيل اللي مثل حالات علي وفادي يمكن اللي هن وراي، وبتمنى يكونوا قدامي صراحة مش ورا، لأنه
نحن وجودنا بالحياة لنساعد هالأشخاص. شو رح تقدر تعمله لعلي؟ خليني كفيلك رانيا. وجودنا لنساعد هالأشخاص، ولكن وقت منوقف أمام عقبة كتير كبيرة اللي هي تمويل هالعلاجات، واللي هي مسؤولية الدولة مش مسؤولية الأفراد. نحن منقدر نساعد شخص اثنين ثلاثة، بس في ألوف الأشخاص، ما حقول أنا بس بلبنان، بطرابلس بتقدر تساعد شوي علي. ما تخافي، نساعد علي وإن شاء الله منحاول نأمنه. بوجودكم نحن منطمن، بالعكس منحاول نأمنه ونساعده. ولكن في أساس بدنا نرجع له، اللي هو الدولة اللبنانية اللي هي متمثلة لهالحالات بوزارة الشؤون الاجتماعية أولا، وزارة الصحة ثانيا. ما بيصير نحن نترك الحمل على جمعية نذرت نفسها لتقديم الخدمة، ولكن التبرعات كتير قلت. يعني نحن هلأ بوضع اقتصادي كتير صعب. عنا حلين: حل أنه يجي حدا يتبنى هالمشروع وهالعمل اللي فيه 150 سرير لمرضى مقيمين مثل علي وغير علي، وفي حوالي 550 طفل بيهتم برعايتهم وتأهيلهم. يا إما حدا بده يجي يتبنى هالعمل لأنه مبين لبنان رايح لمحل مش إيجابي ومش منيح، أو نحن بدنا نضطر أنه أمام هالموجة الكبيرة من الحاجات نضطر أنه نسكر. نعم. وهي المشكلة الكبيرة. ستريدة بدنا نتعرف شوي على جمعية سنابل النور. جمعية سنابل النور هي تعتبر حاليا من أكبر جمعيات لبنان من حيث الخدمات يلي بتقدمها. هي جمعية تميزت بالشفافية، وبتقوم فيها سيدات المجتمع اللي عارفين كيف بدهم يساعدوا الفئة الضعيفة من البلد. هالجمعية تميزت بقصة الشفافية، يعني نحن بنشتغل على أساس الكشوفات الميدانية اللي هي أهم شيء. قد إيه عم تقدروا تساعدوا اليوم؟ حقلك نحن عنا ككفالات تشتغل عدة أشياء جمعيتنا. عندك الكفالات الأيتام والمسنين، عنا 3000 مكفول بطرابلس وبمنطقة الشمال. عنا مساعدات عينية، وهيدي شغلة كتير مهمة عملتها محلات فتحتها بوبس فونديشن المرحومة مندوحة السيد، يلي هي منستقبل كل شيء فيه مستعمل ومنرجع منوزعه للناس، بيجوا بنقوا اللي بدهم اياه من ألعاب، من تياب، من فرش. هيدا بلس بقلب الجمعية. عنا كمان طبابة، الطبيب شغلة كتير مهمة. يعني عنا مثلا البيلان تبع سنة الماضية، يعني اليوم عم بتكونوا ناشطين لأقصى الحدود لحتى تقدروا تكفوا كل الناس أو كل الطلبات. يعني اللي عم نشوفه اليوم حالات صعبة جدا. بدي أشكركم، بدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية. نحن رح نتابع مع الحالات، وأنتم رح تتابعوا أنه يعني تكونوا معنا وتسمعوا للطلبات. كمان بدي أشكركم، بدنا نعطي المكان لسماحة الشيخ وللأب جوزيف وللست ياسمين غمراوي زيادة. بدي بس كنت بدك تخبرنا، تفضل عندي لو سمحت. شكرا لكم. تفضل سريعا لو سمحت. بدنا نعطي الحالة، حالة أستاذ فوزي. نعم. تفضل. أنا صديق فوزي من 35 سنة وبعد كل حقلته. يعني كان إنسان طبيعي مثلي مثله، فجأة وقع بالمرض وصار يتعب شوي شوي وما حدا يوقف جنبه، لا من السلطات ولا من حدا نهائيا ولا من السياسيين نهائيا. ولو حدا اطلع فيه لفوزي من بداية شو حالته سريعا لو سمحت. حالته فوزي في شيء براسه، صار عطب له تمه بقى يحكي، إجراء إيديه ما بقى يتحرك، وحالته الوضع الصحي بقاله بعد كتير سيء، وما في معين لقاله نهائيا، وعنده عائلة كتير أطفال صغيرة ما ومطلوب منه شغلات إنه علاج ممكن يصح، مطلوب منه سرير، مطلوب منه فرشة ماي، مطلوب منه علاج أدويته أقل دواء حقه 100,000. يعني حالته بالوال. شكرا لكم. كمان نحن رح نشوف هالموضوع. شكرا لكم. تفضل ست ياسمين، تفضلي معنا لو سمحتي. أهلا وسهلا فيكم. الشيخ فراس بلوط، الأب جوزيف فرح، والست ياسمين غمراوي زيادة. رح بلش مع سماحة الشيخ رئيس الشؤون الدينية بدار الفتوى بطرابلس. تعليق صغير على اللي عم نشوفه أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه المبادرة الطيبة، ولكن لا شك الجراحات كبيرة والألام أكثر من أن تحصى.
والمسؤولية على الجميع ينبغي أن تكون تكاملية وبالدرجة الأولى على الدولة. الوصف يعجز عنه اللسان، ولو أراد القلب أن يظهر لربما رأيتيه بركانا يغلي. فالألام كبيرة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ونحتاج إلى جهد كبير لمعالجة مثل هذه الآلام. نعم أبونا جوزيف، حضرتك خوري رعية مرمرون بطرابلس، وقلت لي أنه مع سماحة الشيخ عم تشتغلوا دايما على موضوع يمكن التعايش، المساعدة، الأخوة بطرابلس، شو عم بيكون العمل؟ رانيا، أول شيء اسمحي لي من قلب طرابلس نقلكم ولد المسيح. هللويا. هذا الشيء الحلو أنه لأول مرة من قلب طرابلس منعيدك ومنعيد كل المشاهدين عبر الام تي في. أكيد اليوم نحن شيق في راس بلوط مش أول مرة بشوفه، نعرفه قبل الثورة والتقينا بكذا لقاء، وهذا الشيء اللي شرف أن يكون حقيقة مش بس زملاء عمل وإنما أصدقاء. يعني أنا من وقت لوقت بحكيه، بتصل فيه على الواتساب وعلى التليفون حتى استشيره بكثير من الأمور. بالحقيقة رانيا اللي بدي أقول لك إياه اليوم، أنه للأسف أنه اليوم نحن طرابلس عم تبين وكأنه بس عند الوجه هذا الفقير، وإنما طرابلس هي مدينة الغنى بالمادة وبغير المادة، بالروح الطيبة اللي بقلبه. مشان هيك إذا اليوم نحن جينا حتى نقول بدنا بقى نكف إيدنا عن هذه المدينة ويتركونا نشتغل مثل مين ما مين ما بعرف رانيا ولا بدي أعرف مين يا سماحة الشيخ ما عم يترككم تشتغلوا، مين يلي عامل هالحصار العذاب على طرابلس؟ يعني خلينا نسمي الأشياء. يعني طبعا أنا لا أريد دخول في أسماء العبرة بالأوصاف، يعني الأسماء تتبدل ولكن المسمى يبقى واحد ولو تعددت الأشخاص عبر الأزمان. عندنا أزمة فهم، عندنا أزمة سياسة، عندنا أزمة اقتصاد، الأزمات كثيرة. بالتالي عندما لا تكون السياسة خادمة لكل هذه الأزمات ستنعكس على الجميع. نحن نشتغل بقدر استطاعتنا، وأنا ذكرت لك قبل الهواء أنه لو كان الإعلام يغطي كثيرا من أنشطتنا في السابق لكنت رأيتي. يعني نحن من 4-5 سنوات نقوم بأنشطة دائمة، لقاءات دائمة تعطي صورة حقيقية عن التلون الحقيقي الذي يعكس صورة مشرقة وجنة حقيقية عن هذا البلد في تنوعه وتعايشه، والمواطنة المشرقة التي لا تحتاج إلى نظريات ولا تحتاج إلى قواعد، وإنما ممارسة دون تكلف ودون مجاملة حقيقية على سجيتها. هذه أمور كانت تحدث باستمرار. لو الأعلام يغطي في السابق كما يغطي الآن لكنا تفادينا كثيرا من المشاكل التي تحدث باسم الطائفية. لما ناديتوا لنا جينا يا سماحة الشيخ، بس قبل عن جد يعني ما كنا نعرف حتى بوجود هالمشاكل. بدأت بالشكر لمثل هذه المبادرات، وربما هذه من ثمرات الثورة والحراك الذي حصل. لا نريد أن نبكي على الأطلال، نريد أن ننظر إلى الواقع بواقعية لنشخص المرض، لنبدأ بالعلاج ونتحمل المسؤولية جميعا. ولكن مهما تحملنا المسؤولية نحن كمؤسسات أو أفراد، هذا لا يعفي الدولة من مسؤوليتها الكبرى. صحيح. والعظمى. صحيح. بدي أخذ رأيي، عفوا سمحتك لأنه وقتنا شوي ضيق، ست ياسمين، يعني عم تتحملوا مسؤولية الدولة أيضا، يلي هي مسؤولية أنه تلاقوا وظائف تقدروا يعني تأمنوا يعني مدخول دائم للشباب، وكنا عم نحكي اليوم كمان قد فيكم تساعدوا مع الأستاذ فوزي. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، يا هلا فيكي وشرفتونا، وياريت هذا اللقاء من زمان لأنه نحن بحاجة صراحة أنه الإعلام يضوي على هذه الحالات وعلى الوضع اللي وصلنا فيه للأسف لهون. هلأ نحن كجمعية عم نحاول أنه نحن نساعد قد ما فينا. هي جمعيتنا اسمها للخير أنا وإنت. ما المعنى؟ المعنى أنه إيد واحدة لحالة ما فيها تشتغل، أنت وأنا. أنت بدك تعمل دراسة للشغل اللي انت بدك تبدي فيه، ونحن هنكون الايد الثانيه تنساعد. كيف الايد الثانيه؟ بس بده يكون عندك الاراده لحتى تتوجه وتشتغل. بده يكون عنده اراده، بده يكون هو عنده انه بده يتغير، ما بده يضل مستسلم للوضع السيء اللي هو عايش فيه. شغله رابعه انه نحن الايد الثانيه، كيف نحن بنقدم له راس المال اللي هو بيقدر ينطلق من خلاله. هلا القصه اللي نحن عم نعاني فيها، اللي هن عم بيعانوا فيها للاسف، ونحن عم نعاني كمان معهم لانه هو وجعهم بالنهايه وجعنا. نعم. نفتح لهم هيدا المصدر العمل. رح تقدروا تساعدوا شوي بحاله استاذ فوزي؟ هلا بنحكي كنتوا عم تتواصلوا سوا. بنتواصل هلا. نعم. بعد الحلقه. بس في شغله نحن عم نعاني فيها للاسف انه مثلا بنفتح هالباب الرزق
المشكلة انه بترجعي بعدين لانه انت بتتابعي هيدي الحالة. طيب اول فترة يمكن قدر انطلق، رجع بعدين بطل عم بيقدر يستمر، شو هو السبب الاساسي؟ انه النفقات مش عم تقدر الواردات مش عم تقدر تغطي النفقات. ست ياسمين نحن انتهى وقتنا، كلمة أخيرة بس أبونا قبل ما نختم هالبارت من النهار. رانيام للأسف انه عم نحكي بشيء اسمه العيش المشترك، للأسف بالبيت الواحد بين الأخوة ما بنقول شيء عيش مشترك. نحن عشنا بشكل كتير طبيعي، نحن وصغار وقت كبرنا بقلب طرابلس، ما بعرف انه هيدا جاري هو من الطائفة الأخرى او انا صحيح. اختلف بالطائفة صحيح. للأسف لأنه هيدا شيء قبل شوي كنت عم تسأليني ايد مين، انا اللي بدي اقول لك هذا الفكر المظلم يلي اريد اراد انه يكون على هذه المدينة، هيدا الفكر بدنا انه يبطل يكون موجود ويتركونا حقيقة نرجع نعيش هذا العيش. ابونا نحن بدنا نسلم قسم الاخبار، بدي اشكركم ويعطيكم الف عافية. رح منوقف لساعة 4 وبنرجع منتابع كمان، نعطي صورة احلى واحلى عن مدينة طرابلس. وقفة وبنرجع.